وهنبدأ دلوقتي مع بعض وهنعرف طريقة ترخيص الكلب بكل سهولة. مبدئيا علشان تقدر ترخص كلب طبقا للقانون لازم بيكون في عدة شروط لازم تنطبق على الكلب بتاع حضرتك. أولها إن الكلب لا يكون مصاب بداء السعار، يعني يكون الكلب سليم وغير مصاب بأي مرض أو مصاب بداء السعار، أو يكون كلب عقور، يعني يكون كلب بيعض الناس كلها. لو حضرتك الكلب بتاعك سليم وغير مصاب بأي مرض يبقى كده الشرط الأول اتحقق. ونيجي مع بعض الشرط الثاني. والشرط الثاني عندنا ان سن الكلب يتخطى ال3 اشهر، لان لو سنه اقل من 3 اشهر مش هيقدروا يطعموه تطعيم السعار، فبالتالي مش هتقدر ان انت ترخص الكلب بتاع حضرتك. لو حضرتك الكلب بتاعك متوفر فيه هذه الصفات يبقى كده الكلب مهيئ تماما لاصدار الرخصه الخاصه به. وبعد كده بتتقدم لمصلحة الطب البيطري في المحافظة التابع لها، ولازم بطاقتك تكون سارية المفعول. وحضرتك بتتقدم لمكتب الترخيص ويكون معاك الكلب الخاص بحضرتك وبتطلب ترخيصه. بيستلموا من حضرتك الكلب وبيبدأوا الكشف عليه، ولو الكلب سليم بيبدأوا يطعموه تطعيم ضد مرض السعار، وبعد كده بياخد كل التطعيمات الخاصة به. وبعد تطعيم الكلب حضرتك بتدفع رسوم إصدار الرخصة أو إصدار القرص المعدني اللي بيتعلق على رقبة الكلب، اللي تقريبا بيتراوح ما بين من 280 جنيه لأزيد شوية، يعني 300 أكتر شوية في هذا المتوسط. وبعدها بتستلم القرص المعدني ودفتر التطعيمات الصادر من وزارة الزراعة. وبكده يكون تم ترخيص الكلب الخاص بحضرتك بشكل قانوني وبشكل بسيط جدا، ولكن حضرتك هتكون مطالب وملتزم ان انت تعلق القرص المعدني على رقبة الكلب او على صدر الكلب الخاص بحضرتك، والرخصة بيكون مدتها سنة. بعد سنة بتقدر تتقدم لمصلحة الطب البيطري وبيتم تجديد الرخصة بعد تجديد التطعيم الخاص بالكلب.